أصابت عدة صواريخ قاعدة عراقية تضم قوات أمريكية قرب سفارة واشنطن في بغداد حسب ما أفادت مصادر عسكرية في هجوم جديد ضمن سلسلة ضربات استهدفت مقرات وجنودا أمريكيين في العراق خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. وذكر أن الهجوم لم يؤدي إلى وقوع إصابات. القاعدة المعروفة باسم يونيون 3 هي مقر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق منذ 2014 لمساعدة القوات المحلية على محاربة ما يعرف بتنظيم الدولة.